السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ زينة. اليوم غنقدم لكم البهلة. عندنا جباني ديال الزبدة، عندنا جباني ديال الزيت النباتي، عندنا جباني ديال السكر كلاصي، عندنا جوج خمارات، عندنا نص كاس ديال اللوز والزنجلان، الزنجلان حمرناه، عندنا كيلو ديال الفرص. على بركة الله. نخلطوا كل شيء تندمجوا مع بعضياتهم. درنا شويه الملح، قرصه ديال الملح، دابا نزيد دوك جوج خمارات. اللي بحاله كده هنجيب هاد الصفيرة او كوكوت، غنسد عليها الليلة كاملة، قول 24 ساعة. بعد ما خلينا الليلة كاملة، دابا غنزيدو لها خمارة أخرى، غيوليو 3 الخمارات. غندلكوها مزيان، بعد ما دلكناه مزيان بس بحال هكا. دابا بحال هكا هنجيبو اللطة،
نحطه في اللطن بعده على بعضياتهم. حنا دابا شعلنا الفران، ندخلو الفران ونشعل عليه من الفوق تتشقق عاد نطلعها الفوق. هذا واش كنا ديال الغريبه ديالنا ملي خرجنا من الفران. ولا عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا في القناة. شكرا، إلى اللقاء.